طرابلس هناك مقطع فيديو وصلنا مطار طرابلس في طائرة ميك 23 اليوم حاولوا كانت في الصيانة كانت في الإصلاح في هذه القاعدة تم صيانتها يحاولوا اليوم نقلها إلى مطار مصراتة. الطيارين الذين وصلوا إلى القاعدة ليسوا من القاعدة هم من مدينة مصراتة وصلوا لهذه القاعدة من أجل نقل هذه الطائرة نحو مصراتة نحو قاعدة جوية في مصراتة. أن تكون هناك حكومة بدون أن تمر على البرلمان صدرت التعليمات باستهداف هذه الطائرة واستهداف طائرة أخرى عمودية نوع شنوك كانت رابضة حتى هي في جنب تلك الطائرة وتم تدمير هذين الطائرتين. إذا نحن لم نستهدف الطيران المدني ولم نستهدف إيقاف الرحلات في هذا المطار ولم نستهدف كانت ضربات دقيقة سريعة خاطفة لعدد اثنين طائرات إظهار أن سكان نازحين وينزحون من المدن الآن فيه سمعنا نحاول الآن تدمير أجزاء كبيرة جدا من قوة العدو خارج مدينة طرابلس حتى تكون ضعيفة داخل المدينة أو هناك خطة أخرى للتعامل معهم داخل المدينة. الأمور تسير بشكل جيد. سنعاقب كل المعتدين مهما كانت انتماءاتهم ومهما كانت تعاطفهم مع الجماعات الإرهابية أو مع الميليشيات المسلحة. تصوير جميع أنواع ما يهمناش الحفابركات هذه ما تهمناش عارف شنو يهمنا نحن. هناك مقطع فيديو وصلنا مطار طرابلس.